خطيب راح لعب في السعودية سنة 70 والمباراة انتهت 7-2. الأهم من المباراة والأهم من النتيجة والأهم من تألق كابتن محمود الخطيب، وهي فكرة علاقة الأمير عبد الله الفيصل اللي دايما كابتن محمود الخطيب بيذكرها بخير، كان في المباراة دي تولدت. هنشوف فيديو وحضرتك ترجع تكلمنا عن العلاقة دي وكواليسها، لأن فعلا شيء نفخر بيه. نطلع للفيديو. كانت بدايتي مع الأخ محمود الخطيب، بداية في الأول كنت أراقب بدايته في الملاعب وأرسلنا مشتفى لها زي ما حصل الآن، ثم احتكيت به واكتشفت فيه الشيء اللي أهم من عبقريته في الرياضة، وهي أخلاقه، دراسة الخلق والطيبة والتسامح، مما شدني إليه أكثر واحتضنته كواحد من أبنائي. والحمد لله أنه ما خيب ظني، يعني كان ناجح في دراسته وكان ناجح في علاقته مع الناس، ومثال الطيبة. أني أتمنى لك كل توفيق وخير وللجميع كذلك. اللي شدني ليه بجانب المهارة هي أخلاقه. كلمنا عن العلاقة دي اللي محتاجين فعلا نعرف الناس ازاي بيكون في دايما العلاقات الموصولة، وفكرة ان حد يبقى أب روحي لكابتن محمود الخطيب زي ما وصف الأمير عبد الله الفيصل رحمه الله. هو الله يرحمه الأمير عبد الله كان له أيادي بيضاء على النادي الأهلي ولا يتكلم، ويعشق النادي الأهلي ويحب النادي الاهلي. الخطيب كان في المباراه دي كانت منتخب مش نادي اهلي، راحوا يلعبوا هناك، فقال لك اللاعب نمره 10 ده انا عايز اشوفه، لان يعني فعلا اعجب الاهات. زمان لما يقول ام كلثوم اهات، هو كان الناس الجمهور هناك يحب الكره الحلوه والكره النظيفه، لاعب لا يعمل فاولات، ما عندوش احتجاجات، ما عندوش ظواهر سلبية في الملعب، غير كله إيجابي، سواء بإحراز أهداف أو صنع أهداف أو تصرفات مع المجموعة أو مع الجمهور أو مع الحكام. فأعجب بيه وطلبوا زي ما شفنا النقاش اللي تفضل الله يرحمه. عايز يعرف بيلعب فين؟ فكده ما بيلعب يعني فني نادي، لأنه كان في المنتخب فمش عارف نادي. فقال له عارف النادي الأهلي، قال له لو أنت كنتش في النادي الأهلي أنا كنت هجيبك بأي ثمن عشان تلعب في النادي الأهلي. يعني كان شايف إنه لو ما كانش بيلعب في النادي الأهلي كان هيجيبه ويديه ده للنادي الأهلي. وعشان كده ده فضل عالق. يعني كابتن محمود الخطيب حكى واقع يا جماعة في منتهى الخصوصية. الأمير عبد الله الفيصل في أواخر أيامه كان مريض، وكان بدأ الأشخاص ما بيتذكرهمش بشكل كامل يعني، وراح يزوره كابتن محمود الخطيب وصمم إنه يشوفه. فالأمير محمد ابن الأمير عبد الله لما شاف كان بيسلم كابتن محمود الخطيب على الأمير عبد الله، الأمير عبد الله مسك إيده بشدة واتك عليها، فقال له الأمير محمد خلي بالك يا بيبو، هو افتكرك كويس قوي. الحاجات الإنسانية دي يا كابتن فتحي بتبقى وبتدوم، والعلاقات اللي زي دي فعلا لازم نفخر بيها ولازم نذكرها دايما، لان كابتن محمود الخطيب دايما بيحب يذكر الفضل ويرجعه لاصحابه. اتفضل. لا بس هتقرب، بس انا كنت عايز حاجه، يمكن رساله وصلتني من احد المشجعين القدام للنادي الاهلي، والحقيقه هي مرتبطه بذكرى او ارتباط الامير عبد الله الفيصل بكابتن محمود الخطيب. في احد الزيارات الامير عبد الله الفيصل اهدى الكابتن محمود الخطيب قلم مكتوب عليه اهداء من الامير عبد الله الفيصل الى الكابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب في معسكر من معسكرات النادي الاهلي، تواجد سنه 1984 في احد الفنادق السياحيه في معسكر. الشخص اللي كان موجود ده اللي هو الان هو مسافر خارج مصر وبيتبوأ منصب جيد، ولكن كان من شده حبه للكابتن محمود الخطيب في بيتمضي الاول الصور. زمان كانت كلها مصوره فوتوغرافيا، فكان بيمضي الالبوم تحت الصورة عشان لما يجيب الصورة يبقى ذكرى للكابتن محمود الخطيب. فالكابتن محمود الخطيب بيمضي، هو خد الموضوع أم خد القلم من كابتن محمود الخطيب واحتفظ بيه ذكرى هي معاه لغاية الآن. وطبعا هو قال ده كان طيش الشباب، والحقيقة هو محتاج جدا لما يرجع مصر، طبعا ربنا يبارك في صحته ويرجع مصر إن شاء الله، يرجع القلم لكابتن محمود الخطيب. ذكريات طريفة، وكان حد موصيني إن أوصل رسالة للكابتن. أعتقد ان شاء الله يقدر يرجع القلم ده تاني للكابتن محمود الخطيب، لان الهدايا دايما لا تهدى وبيكون لها قيمه عند صاحبها الكابتن الخطيب. ويمكن كابتن الخطيب حكى واقعه طريفه كده، مش دي اول حاجه تتاخد منه من وراه، كان مع والده طبعا،
وبعد انضمامه للنادي الاهلي فكان في عند فكهاني على اول الشارع راجع يجيب بطيختين، فهو قال انا مش هشيل وهشيلهم انا الاثنين، فلما شالهم الكابتن محمود الخطيب استتقالهم في وسط الطريق، فحفر في الارض كده وحط البطيخه وراح بالبيت واحده، رجع لقى البطيخه الثانيه مش موجوده الثانيه متاخده، فدي تاني حاجه حصلت مع الكابتن محمود الخطيب، البطيخه والقلم الفضه. من وقائع الكابتن محمود الخطيب مع الامير عبد الله رحمه الله، عايزين يا اسامه في شخصيات تانية كابتن فتحي قال لنا عن كواليس مهمه جدا.